قالوا لنا انه اكو دوام، بس مثل ما تلاحظون ما يسمحوا لنا نفوت، واكيد تشوفون الوجود الامريكي، ويعني الموظفين كلهم موجودين من كافه القطاعات النفطيه، مو بس وزاره النفط او المشاريع النفطيه، من كل القطاع النفطي. خليتوا القتلة لما يسيطروا على بغداد، الوزارات حركتوها، الدوائر حركتوها، قاضي قاضي عاد تعالوا يا عمي رحم الله والديك، انت عنك قاضي، انا احكي عنكم كلكم. ما دخول يوم حتى مال السياره يوم هناك جوا ما يكفي. There are many people looking from my job. Some people engineering, some people they want to help the people. Another transfer has got a date. Well, unless his name's on that paper, he ain't coming ain't in. Know me. The military justice house, the military courts will go back to their job. They will open their offices and we will start hearing the claims on the criminals or the war criminals, the criminals officer of the former regime, and they will be charged by the law of Iraq. جماعة جوي قالوا يابا جوي اثنين هم انه بالامن، جوي علي اخذوه قالوا عندنا استفسار وياه، ونفس المدير مالته كان بهذاك الوقت في مدينة الطيب داخلين عليه وقايلين له عندنا استفسار وياه شغلة خمس دقائق، اخذوه وبعد لحد هذه الساعة احنا ما نعرف، الا اليوم عرفنا انهم معلقين اسمه انه معدوم في عام 84 يعني يداوم. وهذا جعفر، هذا هو جعفر، هذا يعني بالنص هو جعفر اخويا، هذا قبل ما ياخذوه بايام اللي قاعد، هذا بالصوره محمد باقر اللي عدموه لانه اسمه محمد، ما صح له حجي، هو حجي يصحوا له سيد، ليش لاعماله يعني ما لا ناذي الجو. يوم ورا يوم، ثلاثة أيام أربعة أيام دا يتحسن شوي شوي، اليوم أحسن من بارحة وبارحة أحسن من أول بارحة، وقمنا نطلع بالسوق دا نتسوق حاجات للبيت. أين الرشيد والمأمون والحكماء وآل البيت ولكنني أقول أختي الكريمة ما طار طير المجد يهوي اليوم يا أسفي بطائرة الفرنجة بالصائر